السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة يا جماعة ما زال الكلام موصول بتفسير سلسلة الأعداد والأرقام التي من الممكن أن نراها في المنام. طيب، النهاردة هنتكلم عن رقم إيه؟ رقم كتير من الناس ممكن تشوفه، رقم 1100. هذا الرقم حينما تراه اعلم أنك شخص صاحب طموح، صاحب هدف، فهذا الرقم يبشرك بتحقيق الأهداف والطموحات، هذا يقينا بفضل الله تبارك وتعالى. هذا الرقم أحيانا، طبعا أنا بتكلم بالكلام ده بصفة عامة، يعني الكلام ده يتماشى مع كل الأشخاص، ما فيش تخصيص بقى المرأة متزوجة، حامل، مطلقة، رجل أعزب، شاب، بنت عزباء، لا ما فيش الكلام ده. فهذا الرقم بصفة عامة زي ما ذكرت يدل على تحقيق الأهداف والطموحات. هذا الرقم يبشرك بالسعادة والفرح وبأن هناك أحداث ومناسبات سعيدة سوف تحدث لك. هذا الرقم يبشرك بتغيير الأوضاع وتحسن الأحوال. هذا الرقم يدل على أن هناك تغييرات إيجابية في حياتك. هذا الرقم يدل على انتقالك من مكان إلى مكان أفضل مما أنت عليها. هذا الرقم، ودعوني أخصص للمرأة الحامل فقط، لأن المرأة الحامل قضيتها كلها في الحمل، فهذا الرقم يبشرها بالصحة الجيدة وبالولادة السهلة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد يدل لغير المرأة الحامل على الصحة الجيدة، فقد يدل للرجل مثلا أو للمرأة المتزوجة أو لأي شخص على الصحة الجيدة، وأن هناك يعني سبحان الله العظيم شفاء من بعض الأمراض. كل هذا في هذا الرقم موجود، نعم موجود إن شاء الله تبارك وتعالى. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.